ايش اخر تطورات بريكزيت؟ وافقت بريطانيا والاتحاد الاوروبي بشكل مؤقت على قضايا الانفصال الثلاثه، اللي هي كم رح تكلف بريطانيا مقابل خروجها من الاتحاد الاوروبي، ايش رح يصير للمواطنين البريطانيين اللي عايشين باماكن ثانيه في الاتحاد الاوروبي والناس اللي من الاتحاد الاوروبي اللي عايشين في بريطانيا، والشغله الثالثه ايش رح يصير لايرلندا الشماليه. مع انه صار في موافقه مبدئيه على هاي الامور، الا انه لسه في قضايا كتير ما اتفقوا عليها وما كان في وقت كتير عشان يقدروا يتفقوا عليها. ابرز القضايا هاي هي تفاصيل وجود حدود ايرلندا شماليه فعليه. عشان ما يصير مشاكل وعشان تقدر بريطانيا تطلع من الاتحاد بسلاسة، قرروا الطرفين انه يعملوا مثل فترة انتقالية مدتها 21 شهر. ايش هي الفترة الانتقالية؟ هي الفترة من 23 مارس 2019 لحديت 31 ديسمبر 2020. هاي الفترة بتعطي كل طرف الوقت الكافي انه يكون مستعد للانفصال وانه يقدروا يتعودوا على القوانين الجديدة.